مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من منشئة الصحافة وقراءة في عناوين وصحف الأحد برفقة أستاذ الإعلام في جامعة الكويت الدكتور فواز العجمي. مرحبا بك معنا دكتور فواز. مرحبا بك أستاذ علا، وصبح عليك المشاهدين والمشاهدات. صباح النور. ومشاهدينا إلى أبرز العناوين المحلية بعد هذا الفاصل. البداية من غلاف الصباح وفيها نقرأ هذا العنوان: الأمير: السعودية حققت نهضة مباركة وإنجازات حضارية شملت مختلف الميادين. تحت هذا العنوان تكتب الصباح: بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 87 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا سموه بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من نهضة مباركة وإنجازات تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين، هي محل فخر واعتزاز الجميع، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية المزيد من الرقي والنمو والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي ممثلتين. دكتور، سنقف عند هذا الخبر، يعني حضرة صاحب السمو اليوم يهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة العيد الوطني، ويتمنى للمملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو الملك سلمان بن عبد العزيز. برأيك رسائل هذا التصريح ودلالته ورمزيته؟ أولا نبارك للمملكة العربية السعودية بمرور 87 عام على تأسيسها وعلى يعني اليوم الوطني 87 اللي كلنا فخورون جدا، سعيدين جدا أن المملكة وصلت إلى ما وصلت عليه له الآن خلال السنوات الماضية. بلا شك كلمات سمو الأمير كلمات نابعة من حب، كلمات نابعة من وفاء، كلمات نابعة من إخلاص للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. فسموه حكيم العرب وحكيم دول الخليج جميعها، يعلم جيدا مدى الأهمية الاستراتيجية وأهمية العلاقة مع المملكة العربية السعودية في جميع النواحي. ولعل يستشهد بتصريح وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله مبارك أمس بهذه المناسبة حين قال أن إن كان للكويت توأم فهي المملكة العربية السعودية، فهي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. فبلا شك هي توأم للكويت، تشاركنا العديد من الأفراح والعديد من الأحزان في خلال السنوات العديدة الماضية. ولعل مواقف الدولتين من الجانبين تعكس مدى العلاقة الوطيدة بين الجهتين سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى الشعبي، فالمصير واحد والعلاقة واحدة وال يعني الجذور واحدة في جميع مناحي الحياة. نتمنى للمملكة العربية السعودية الازدهار، فعليها واجبات وعليها التزامات محلية وإقليمية ودولية. بلا شك ستكون شقيقتها الصغرى الكويت داعمة لها في جميع ما يخدم المملكة حكومة وشعبا. نعم. أيضا في موضوع آخر في صحيفة الشاهد الخالد: سياستنا الخارجية قائمة على الاتزان والاعتدال. تحت هذا العنوان تكتب الشاهد: التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع أعضاء وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وقال الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء أن حصول الكويت على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن جاء نتيجة السياسة الخارجية التي تنتهجها منذ الاستقلال والقائمة على مبدئي الاتزان والاعتدال. ومن هذا المنطلق حث الشيخ صباح الخالد أعضاء الوفد على وجوب الاستعداد وإجراء التحضيرات التي تليق بسمعة الكويت وبذل كل ما في وسعهم لرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية وتمثيل البلاد بما يليق بسمعتها عالميا. أيضا دكتور، فيما يتعلق بتصريح رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بأن سياسة الكويت قائمة على الاتزان وقائمة على الاعتدال، ما دلالات هذا التصريح؟ هذا التصريح يبين
يبين الموقف الكويتي والنهج الكويتي على المستوى على جميع المستويات الإقليمية والعالمية. الحريص دائما على أن يكون مع الحق، مع الإنسانية، مع المواقف المعتدلة المتزنة التي تخدم الكويت في المصلحة في المقام الأول، ثم تخدم جميع الدول الأخرى بما لا يزعزع أمن دول أخرى، بما لا ينتقص من أي دولة أخرى. فسياسة حكام الكويت إلى عهدنا الحالي من خلال حكيمنا الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه تدل على هذا الاتزان وهذا الاعتدال الذي دائما ما يجعلنا نكسب جميع القضايا، ويجعلنا دائما نقف في موقف الحق من تلك القضايا، ويجدنا نجد أننا لا نلوم أنفسنا بعد اتخاذنا لهذه المواقف لأنها نابعة من اعتدال، من اتزان كما صرح وزير الخارجية في هذا الجانب. فوجودنا في العضوية الغير الدائمة في مجلس الأمن دليل أيضا على انعكاس هذا الاتزان. فسمعة الكويت سمعة جيدة جدا بل ممتازة، علاقاتنا مع الدول الأخرى لا يوجد فيها أي مشاكل، دائما نجد أن الكويت تنحاز إلى السلم، تنحاز إلى التفاهم والتشاور في كل القضايا. مواقفنا من قضية اليمن وقضية سوريا وغيرها من القضايا الإقليمية تعكس مدى هذا الاتزان وتعكس مدى هذا الاعتزال. وقضية موقفنا من الأزمة الخليجية أيضا انعكاس هذا الأمر. فحين نتحدث عن اتزان واعتدال هي ليست مجرد شعارات تقال وتذكر، إنما هي سياسة فعلية على أرض الواقع مطبقة على أرض واقع وشواهد لها عديدة. نعم. أيضا في موضوع آخر، عنوان غلاف الأنباء، القانون ألزم شركات التأمين التي تحصل الرسوم التي يتحملها صاحب العمل تقديم هذه الخدمات وفقا لشروط وضوابط الوزارة. التأمين الصحي للوافدين يغطي 7 علاجات. الأنباء تختزل الجديد من هذا الفكرة، وفي هذه الفكرة يجوز للأجنبي أن يؤمن على خدمات صحية أخرى إضافية اختيارية بمقابل إضافي، و يؤذن لوزير الصحة بفرض الرسوم عليها. برأيك حيثيات هذا القانون دكتور؟ التأمين الصحي يمكن احنا بالكويت خلال الفترة الماضية تحدث يعني الشارع وتحدث عدد من الأشخاص حول هل يطبق التأمين الصحي على الوافد أو لا يطبق. هو مسألة من زار الدول الأخرى في جميع دول العالم هناك تأمين صحي. نعم. يقدم برموز معينة تخدم الجميع وتقدم في الصالح للمؤمن عليه، لأنها توفر له بعض الخدمات، توفر له بعض الأمور. القانون الكويتي حرص على الحكومة الكويتية وحرص على القائمين على وزارات الصحة وغيرها من الوزارات الخدمية أن تقدم التسهيلات للمواطنين. الوافد بلا شك أن هذا أمر ينعكس على جميع الدول أن هناك تأمين صحي. عشنا في عدد من الدول من خلال سواء الدراسة أو غيرها ولاحظ وكنا بصدر رحب ندفع هذا التأمين. ما نطلب أن يكون هناك اعتدال في هذا الجانب، ما نطلب أن يكون هناك واقعية في المبالغ التي ستفرض ورقابة أيضا لنحفظ حق هذا الوافد وأن يكون بمقدوره أن يوفر هذا التأمين. الحرص على تجنيب أي استغلال في هذا الجانب هو أمر يقع على عاتق وزارة الصحة والجهات المسؤولة في هذا الجانب. ما نتمنى أن يعني يكون الوافد في الكويت يعيش عيشة يعني يعيش حياة مريحة، حياة متوفر فيها جميع الخدمات التي يحتاجها، ولا يكون هناك تمييز بينه وبين المواطن الكويتي، كون الجميع في خدمة هذا الوطن والجميع في خدمة هذه الأرض التي يعيش عليها. فما نتمنى بلا شك يعني ما يجري في الكويت يجري في كل الدول من ناحية تطبيق قوانين، من ناحية تطبيق رسوم وغيرها من الأمور، بل اللي قد يفوق ما تقدمه الكويت. نعم. في هذه الجوانب. فهذه بلا شك لم يتخذ هذا القانون ولم يتخذ هذا الإجراء إلا بعد دراسات كثيرة يصب في مصلحة الوطن والمقيمين الأرض. أيضا. نعم. على أرض الوطن. مشاهدينا، منشط الصحافة مستمر بعد هذا الفاصل.
نبدأ عناوين الصحف العربية والعالمية من صحيفة الحياة التي نشرت تحت عنوان انقسام كردي وتوتر في كركوك. إنه مع اقتراب موعد فتح صناديق الاقتراع على الاستفتاء في إقليم كردستان غدا، أغلقت فرص مفاوضات اللحظات الأخيرة من أو مع بغداد بعدما فشل وفد كردي رفيع في تحقيق نتائج في العاصمة العراقية. وشهدت الساحة الكردية تداعيات جديدة بعد إعلان حزب الاتحاد الوطني على لسان عدد من قياديه قبول البديل الدولي ورفضه الاستفتاء عموما وفي كركوك خصوصا، مما جعل موقف رئيس الإقليم مسعود برزاني في قيادة عملية تفاوض مع بغداد بعد الاقتراع صعبا جدا. دكتور، طبعا في مثل هذا الموضوع، موضوع الاستفتاء الكردي، حكومة بغداد رفضت، تركيا وإيران صعدت لهجتها. بالأمس إيران أرسلت قاسم سليماني إلى كردستان، تركيا حشدت على الحدود. برأيك من أين يستمد مسعود برزاني هذه القوة من أجل المضي قدما في هذا الاستفتاء؟ هناك بلا شك الأكراد يشكلون يعني أهمية جغرافية بالنسبة لتركيا، بالنسبة للعراق، بالنسبة لسوريا ولإيران، لكل هذه المنطقة، ومساحة جغرافية ليست سهلة، قوة بشرية ليست بسهلة أيضا. مسعود برزاني قد يستمد هذا الأمر أولا من بعض الدعم الدولي اللي تلقاه الأكراد في هذا الجانب، أيضا من الدعم الداخلي في كردستان نفسه. الدعم الدولي من أين؟ من أمريكا؟ من بعض الدول التي ترحبت في هذا الجانب، وأشارت في أكثر من تصريح ولو بطريقة غير مباشرة أنها ليست رافضة لمثل هذا الاستفتاء، إنما يجب أن يكون هناك تنسيق في هذا الجانب. فالرفض، لا يوجد رفض من الدول الكبرى في العالم كله. قد نتكلم عن بعض المصالح في هذا الجانب. الدول المحيطة في كردستان لا ترحب بهذا الأمر، لأنه سيكون هناك وافد جديد. سيتطلب الأمر معرفة ما هي السياسة التي سيتخذ الكردستان. أيضا نتحدث عن كردستان تقع على حدود عدد من الدول كما ذكرنا. تلك الدول أيضا تخشى أن يكون هناك طلب للاستقلالية من ينتمون إلى هذا الحزب مستقبلا. فمما يعني أنها ستخسر بعض المناطق الجغرافية. فوجود هذه البادرة أو وجود هذا الأمر المستحدث في هذه الناحية، هذا ما تذرعت به أمريكا عندما قالت نحن لا نريد هذا الاستفتاء لأنه ربما يفتح المجال للأكراد المتواجدين سواء في سوريا وتركيا وإيران. لاستفتاء أيضا لموضوع الاستقلال. بلا شك، وهو ما لا تحبذ أيضا حكومات تلك الدول في هذا الجانب. فاليوم لما نتكلم عن استفتاء ونتكلم عن انقسام في هذا الجانب، بلا شك أنه يكون غير مرحب، ونتمنى أن لا يكون هناك أي تبعات سلبية سواء على سكان كردستان نفسها أو على الدول المحيطة فيها بإذن الله. نعم. أيضا في موضوع آخر، الولايات المتحدة الأمريكية تستعرض قوتها الضاربة قبالة الساحل الشمالي الكوري. تكتب صحيفة USA Today قاذفات القنابل الأمريكية من طراز B-1 وطائرات F-15 قامت بالتحليق في المياه الدولية بعرض القوة يوم السبت قبالة سواحل كوريا الشمالية بهدف مواجهة ما وصفه البنتاغون بسلوك بيونغ يانغ المتهور. وقال البنتاغون إن العملية تجري في أقصى نقطة شمال المنطقة المنزوعة السلاح. هذه المهمة دليل على التصميم الأمريكي ورسالة واضحة مفادها أن الرئيس ترامب لديه العديد من الخيارات العسكرية لمواجهة أي تهديد. دكتور، يعني هنا استعراض للقوة قرب كوريا الشمالية، ما الرسائل التي ستستقبلها كوريا الشمالية من هذا الاستعراض؟ يمكن الأزمة الكورية الأمريكية بدأت يعني منذ سنوات، ولعلها بدأت تأخذ منحى الجدية خلال الأيام الماضية. لاحظنا هناك ليس فقط تحركات عسكرية، إنما كان هناك تحركات سياسية أيضا. لاحظنا عدد من الدول قامت بطرد السفراء الكورية الشمالية أو إلغاء البعثات الكورية الشمالية في دولها، منها الكويت ومنها إسبانيا وغيرها من الدول العالمية. هذا يبين التحرك ليس فقط
تحرك سياسي عسكري وإنما أيضا تحرك سياسي. هناك توجه كما أشارت الأخبار إلى رفض أي تعامل تجاري مع كوريا الشمالية مستقبلا، بما في ذلك فرض العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية. بالضبط، فنتحدث هنا عن تحركات سياسية، تحركات اقتصادية، سبقتها تحركات إعلامية لإظهار كوريا الشمالية. ورغم كل ذلك يعني سياسة التصعيد من كوريا الشمالية مستمرة. حتى يعني قبل يومين قاموا بتجربة صاروخ باليستي. نعم، كل هذا كوريا الشمالية لا نعلم ما الذي تحرص عليه أو ما الذي ستقوم به مستقبلا، هناك عدم وضوح في سياسة كوريا الشمالية في هذه الجوانب، وهذا ما يجعل التعامل معها مخيف نوعا ما، ما يجعل سهولة إظهار أي دعاية عن كوريا الشمالية في هذا الجانب ويستغله الآخرون. فبالتالي الرسالة التي ستستقبلها اليوم كوريا الشمالية قوة، أن القوة العسكرية محيطة بها، القوة العسكرية الأمريكية محيطة في هذا الجانب وموجودة، وهناك دول تعزز هذه القوة، فأي تحرك عسكري كوري شمالي سيجابه تحرك أمريكي مباشر وعن قرب أيضا. نعم مشاهدينا، سننتقل الآن إلى جنيف لنطالع أبرز عناوين الصحف الصادرة هناك مع مراسلتنا دينا أبي صعب. مشاهدينا، أنا دينا أبي صعب من مدينة جنيف في سويسرا، أحييكم وأقدم لكم أبرز ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم باللغتين الفرنسية والألمانية من موضوعات وعناوين. صحيفة لا ليبرتي خصصت صفحتها الأولى لبحث موضوع مهم عن التلوث بمادة الزئبق. تقول الصحيفة أن سويسرا تعد في طليعة الدول المكافحة لهذا النوع من التلوث. تقول الصحيفة في متن الموضوع أن 1300 من أعضاء الكونغرس وممثلين عن 154 دولة و83 وزيرا و67 منظمة دولية يشاركون جميعا في أسبوع كامل ينظم في مدينة جنيف ترعاه وتنظمه الأمم المتحدة، يختص ويتوجه لمكافحة التلوث بمادة الزئبق. وتقول الصحيفة أن هذه المادة تعد واحدة من أخطر 10 مواد في العالم على صحة الإنسان حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية. في لا ليبرتي أيضا تخصص الصفحات الداخلية لمجموعة من العناوين، اخترنا من بينها موضوع عن عودة النازية. تقول الصحيفة أن النازية تخرج مجددا من الظل وأصبحت حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عدد لا بأس به من الدول الأوروبية موضوعا خرج من كونه محظورا اجتماعيا، بات الحديث فيه يتم تداوله بشكل طبيعي وتلقائي ومن دون حياء حسب ما تقول هذه الصحيفة. صحيفة انزد سايتونغ الصادرة في مدينة زوريخ باللغة الألمانية، وهي إحدى كبرى الصحف السويسرية الصادرة بهذه اللغة، خصصت مانشيت الصفحة الأولى للخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. تقول الصحيفة أن الخطاب توجه للحديث عن أزمة كوريا الشمالية وتهديدات ترامب لهذه الدولة التي تشكل خطرا نوويا بالنسبة لواشنطن. وتعتبر الصحيفة أن ترامب لن يضع تهديداته قيد التنفيذ وأن ما يقوله في العلن ليس إلا دعاية إعلامية. وتذكر الصحيفة بمواقف الرئيس الأمريكي حين وعد خلال حملته الانتخابية ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك وما لبث أن تراجع عن هذا القرار. تحدثت أيضا عن قراره بمقاطعة الصين، وهو اليوم يندفع لإجراء وإتمام صفقات تجارية معها. تخلص الصحيفة انزد سايتونغ إلى أن ترامب يفضل الاستمرار بالسياسة والوضع القائم الأمريكي ولا ينوي التغيير إلا في الخطابات وفي الإعلام فقط.
الصفحة الأولى لصحيفة لوتون وهي أكبر الصحف السويسرية الصادرة باللغة الفرنسية خصص للحديث عن الانتخابات في ألمانيا. الألمان يذهبون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، وحزب أنجيلا ميركل يتصدر الفوز في هذه الانتخابات في مواجهة الحزب الديمقراطي الاشتراكي برئاسة مارتن شولتز. الموضوع الأخير الذي اخترناه لكم هو موضوع عن الموسيقى، ولكن هذه المرة خصصت صحيفة لا تريبيون دو جنيف إحدى صفحاتها للحديث عن دور الأوبرا، عن 5 من أشهر دور الأوبرا في العالم. هندست هذه الدور المميزة أعطتها خاصية تختلف عن باقي دور الأوبرا في العالم، وهي دور أوبرا أوسلو ولوس أنجلوس وهامبورغ ولوتسرن وديزني. تقول الصحيفة أن الفن المعماري المستخدم في بناء هذه الدور هو الأكثر تميزا من بين كل المباني المخصصة لسماع الموسيقى والحفلات الموسيقية المميزة. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف والموضوعات التي طرحت في الصحف السويسرية الصادرة باللغتين الفرنسية والألمانية لهذا النهار. أحييكم من برنامج منشط الصحافة، أنا دينا أبي صعب من مدينة جنيف. دينا أبي صعب مراسلتنا من بلجيكا، شكرا جزيلا لك. ونعود إلى الصحف الأمريكية التي عادت للحديث عن موضوع التدخل الروسي في انتخابات 2016. صحيفة USA Today أبرزت استهداف القراصنة الروس نظم الانتخابات في 21 ولاية أمريكية العام الماضي. حسب ما أكدت وزارة الأمن الداخلي، سيكون من الأخبار السيئة إذا كان علينا أن نعتمد أو تعتمد على لجنة الرئيس ترامب بشأن النزاهة الانتخابية لمعالجة هذه الفوضى، تعلق الصحيفة. أيضا نفس الموضوع تناولته صحيفة نيويورك تايمز، لكن من زاوية استغلال بعض الجهات الروسية لمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك لنشر إعلانات تخدم حملة ترامب في الانتخابات. وقد تعرض فيسبوك لانتقادات بسبب غض الطرف عن التلاعب الروسي بالشبكة الاجتماعية للتدخل في انتخابات عام 2016. وقال مارك روزكبرغ المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للفيسبوك إن الشركة سوف تعطي محققي الكونغرس أكثر من 3000 إعلان مرتبط بروسيا، وسوف تبدأ بالكشف عن أسماء حسابات تضع إعلانات سياسية على الموقع. دكتور، وباختصار سنتحدث عن موضوع تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية. قبل فترة كان اتهام لابن دونالد ترامب بمقابلة محامية روسية، بعد ذلك جارد كوشنر كبير المستشارين أيضا كان هناك اتهام له. اليوم اتهامات لإعلانات على فيسبوك تدعم حملة دونالد ترامب. هل تتوقع أن يصل التحقيق إلى دونالد ترامب، وإلى أي مدى سيؤثر على مساره السياسي؟ كلنا نعرف مدى الديمقراطية التي تعيشها أمريكا في هذه الجوانب، ولعل نيكسون وقضية نيكسون في ووترغيت وغيرها من القضايا تبين لنا أن قد يصل الأمر إلى الرئيس الأمريكي. ليس الأمر بمستبعد، أنت لازم الأمر في ذلك. القضية الروسية والتدخل الروسي في الانتخابات قضية تزعج ترامب بشكل كبير. يمكن بدأت بمستشاريه والتواصل مع الحكومة مع الروس في ذلك الوقت، وصلت إلى ابنه في وتواصل مع المحامية. اليوم فيسبوك تعلن عن هذا الحجم الكبير من الإعلانات الروسية للانتخابات الأمريكية، ولا يلقى اللوم على فيسبوك كثر ما يلقى على الحكومة الأمريكية وترامب تحديدا. لذلك الأمر ليس بالأمر الهين بالنسبة للأمريكان في هذا الجانب. نحن نعلم جيد مدى العلاقة التي ليست بالجيدة دائما بين أمريكا وروسيا في هذا الجانب. فننتظر القادم الأيام، وأعتقد أن ستتضح لنا الصورة أكبر وأكثر خلال الأيام القادمة، وإن لزم الأمر، خصوصا أن تصديق الجمهوريين أنفسهم لمثل هذه الادعاءات بدأ يتزايد يوما عن يوم، ولاحظنا تصريحات من عدد من القياديين وفرض أيضا العقوبات على روسيا وتخفيض المستوى الدبلوماسي هناك. لذلك ستبدي لنا الأيام إن شاء الله ما كنا نجهل خلال القريب العاجل. نعم، مشاهدينا سننتقل الآن إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال
مقال اليوم للكاتب الصحفي محمد زاهد قول نشرته صحيفة القدس العربي تحت عنوان مستقبل الشعب السوري بين أستانا وجنيف. قدم فيه الكاتب رؤيته لمجريات الأمور في سوريا وكيف أن أمريكا هي اللاعب الأكبر في هذه الحرب الطاحنة. وبعد أن وقف عند مؤتمرات جنيف وأستانا المتعددة خلص إلى القول كل ذلك يعني أن سوريا كدولة ذاهبة إلى التقسيم في مؤتمر جنيف المقبل. وقد استطاعت أمريكا من التحكم بنتائج مؤتمر أستانا بالاتفاق مع روسيا ليكون أداة للضبط العسكري على الأرض فقط. ولا خلاف على أن من مصلحة روسيا وإيران وتركيا وهي الدول الضامنة في مؤتمر أستانا على أنها معنية جميعها بوقف القتال وإراقة الدماء في سوريا لأنها استنزفت الكثير من قدراتها وقواتها العسكرية ومواردها البشرية والاقتصادية. وأصبحت هذه الدول أكثر إدراكا ويقينا أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بحل سياسي يعارض رؤيتها لمستقبل سوريا مهما طال الزمن. ومشاهدينا ننتقل الآن إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. الكاريكاتير الأول اخترناه من صحيفة القدس ونعلق على هذا الكاريكاتير دكتور. بلا شك أنه هنا يبين لنا حجم التأسيس الأكيد للديكتاتورية في أي نظام كان لها جذورها لها عملائها اللي دائما يستفيدون من هذا الجانب. فاقتلاع الديكتاتورية ليس بالأمر الهين. نعم. أيضا الكاريكاتير الثاني اخترناه من صحيفة الحياة وأيضا نعلق على هذا الكاريكاتير. هناك من يحاول الاستقلال فعلا ليستفيد من هذا الاستقلال لاستغلال الآخرين من خلاله واستفادة من أجندته الخاصة في هذا الجانب. لذلك ليس كل استقلال استقلال سليم أو بلا أجندة إنما قد يكون جزء من كبير منه هو الاستغلال. أو ربما استغلال الشعب من أجل الاستقلال. بلا شك. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من منشيت الصحافة. أشكر ضيفي الدكتور فواز العجمي أستاذ الإعلام في جامعة الكويت. وأيضا الشكر موصول لكم على كرم المتابعة. إلى اللقاء.